جابت السجاير من الأوضة تقول له إيه؟ والله هي تحاول ألا تفعل، لأنه من باب التعاون على الاسم، وتنظر إلى الضرر الواقع عليها، تقيس المصلحة والمفسد. لو كان الضرر الذي يقع عليها كبيرا ولا تتحمله يبقى تأتي بها وهي كارهة. لكن لو الزوج يعني طيب كده وبيسمع الكلام وتقول له لا حرام انا ما اتحملش معاك الوزر، انت تحمل الوزر وحدك، قوم انت جيب السجاير. خلاص ما انت قلت انه طيب. لكن لو من غضوب او ما شابه ذلك، نسأل الله العفو والعافية، او مطلق، ممكن في ناس ممكن بسبب حاجة صغيرة زي كده ما هو يعني ترى الضرر الواقع عليه، وكان السجاير صغيرة يعني ان كان الضرر لا تتحمله فتحاول بقى هنا ماذا تفعل. لكن تكره بقلبها، في كل الأحوال تكره بقلبها، لكن تنظر إلى الضرر الواقع عليه. نسأل الله الهداية. نعم.